دلوقتي تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن وجبة السحور. امتى نتسحر؟ ايه هو السحور اللي بيحافظ على الصيام وما يحسسكش بالجوع طول نهار رمضان؟ وجبة السحور هي تعتبر من أهم الوجبات، وهي طبعا صنع للرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا جميعا بها، والمفروض إنها تبقى وجبة متأخرة. فبالتالي إحنا وجبة السحور لازم تبقى وجبة غذائية متكاملة، هنحاول يبقى فيها كل العناصر الغذائية، يعني بروتين، كربوهيدرات، دهون، فيتامينات وأملاح معدنية. طبعا عندنا في مصر الوجبة الأساسية في السحور المصري المعتاد طبق الفول. لو احنا خدنا طبق الفول بالزيت والليمون، ويفضل لو حد بيحب الزيت الحار ممكن يحط الزيت حار، لانه هيبقى من الزيوت الغنيه بالاوميجا 3 او الاحماض الدهنيه عديده عدم التشبع، ودي مهمه جدا لصحتنا كلنا. مع الليمون، مع العيش البلدي، يفضل عيش بلدي او عيش كامل الحبه، لانه طبعا هيبقى غني بالالياف الغذائيه، ودي مهمه جدا لجسمنا وصحتنا وحركه الامعاء والجهاز الهضمي بشكل جيد. هيبقى معانا مع طبق الفول طبعا هيبقى فيه خضار، سواء كان جرجير، طماطم، خيار، مهم مصدر من المصادر الخضروات بصفة عامة. وبعدين كوباية الزبادي أو كوباية لبن اللي بيحبها، اللي بيحب مش عايز ياكل زبادي يشرب لبن يعني، وإن كان يفضل طبعا الزبادي، لأن الزبادي هيبقى عنصر مهم جدا في بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي، هتحسنه وهتحسن صحة جسمنا بصفة عامة. وطبعا هنشرب مية بكمية كافية، بس طبعا مش كمية كبيرة، لأن هو المفروض إن احنا نوزع المية من فترة الإفطار لفترة السحور علشان ما نشعرش بجفاف. يفضل إن احنا في وجبة السحور يا ريت ناخد أحد أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم عشان تقلل إحساسنا بالعطش، من أهمها طبعا البلح، وده طبعا بإذن الله متاح للجميع، يعني في الموز، وبرده حاليا في موسم الشتاء متاح للجميع. احنا تماما هنبتعد عن المخللات، هيبقى بدلها طبق السلطة هيدينا النكهة والطعم المقبول، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا للجميع يا رب.